بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع كتاب اوديو بوك سوق الزاوية ان غزة. هذا المشروع سيكون ان شاء الله كتاب مصور وحينزل في الويكيبيديا بالعربي، طبعا الصور حتكون صور حقتنا يعني مش ما ناخذها من النت. في صور مثلا من الجوجل على أساس صورة كل مرحلة مثلا. طبعا الكتاب يتحدث، الأوديو بوك، وهو تأليف الأستاذ محمد فرج البدوي من غزة. البدوي أو بدوي؟ بدوي. محمد فرج بدوي من غزة. سيكون الكتاب هذا عبارة عن 4 ساعات، وكل فقرة ربع ساعة يعني 16 فقرة. فهذا المشروع يعطينا عن الفترة لسوق الزاوية في غزة من بين فترة بين 1909 2009 إلى 2017، لأن المؤلف كان موجود في غزة، فهو كتاب توثيق. طبعا الحلقة اللي هي ربع ساعة هيكون لها كود رقم مثلا 00 بعدين 02، هنسميها تايم، تايم 00 تايم 02 وهكذا إلى 8. هذه 5 حلقات، وبعدين 20 إلى 28، هذه 5 حلقات، صحيح؟ صحيح. بعدين 40 إلى 48، هذه 5 حلقات، هنا عندنا 15 حلقة. طبعا حنكمل 4 حلقات أو 5 حلقات ثانية إلى 20، يعني لب الكتاب 16 حلقة. ففي 4 حلقات اللي هي المقدمة اللي مثلا تحكي عن مشروع الكتاب، وهذه المقدمة هتكون 50 إلى 58.
fences are actually corners. Let's say it together. And they are suitable for the diabetes. We have some expensive kinds like this, and we have other kinds that are